عشق نور النبي العدنان. والنيف مدح النبي تقولنا غم كران. قسم كمان يا نغ قسم كمان يا نغم هنقول من الوجدان مدحوي قلبي عشق نور النبي العدنان والنيف مدح النبي تقولنا غم كران. قسم كمان يا نغم قسم كمان يا نغم هنقول من الوجدان طول ما انت يا انسان للناس بتوصد خير رح تبقى طول الزمن عايش في خير وامان. القصة اللي هنبدأ بيها الليلة عشان نصلي على الحبيب النبي اسمها كنوز الله واسم البطل في القصة مين؟ بنداري. يعني بنداري ده بيبني سعادته على شقاء الناس. راجل ماشي ورا المال والأطيان وأي واحدة يكون عندها مال يمشي وراها لغاية ما ياخد اللي عندها. فطبعا عايزين نسمع ونصلي على حضرة النبي ونشوف الزمن هيعمل معاه ايه. والطماع يا سيادنا انتوا عارفين بيكون اخرته ايه ومش هقول الا ما تسمعوني الصلاة عليه. طول ما انت يا انسان للناس بتقصد خير هتبقى طول الزمن عايش في خير وأمان. والله يا ناس يا كرام كلامنا أحلى كلام ألفين صلاة وسلام على رسول الله. مدح الغادي انا حنشد الاصالي يا بختي من عشرادي ولا يوم عصى مولاه. قصتنا عن انسان في مظهره انسان لكن في داخله شيطان صبح ومساء وياه. قصتنا عن بنداري فقير وعاش مداري. قصتنا عن بنداري فقير وعاش مداري عاشق وقلبه شاري للمال وفين الآب. عاشق وقلبه شاري للمال وفين الآب. وفي ليلة ماشي صدفة ويشوف صبيحة وافك جوزها العجوز توفى ورع على مولاه. من داري شفى وقال صبيحة بنت حلال ورصيد كتير أموال
والما الحياة فده وحد. صلي على رسول الله. قال لي نفسي يا واد يا بن داري المال اللي انت عايزه وجدته عند صبيحة. صبيحة طبعا ديت اتجوزت راجل عجوز وتوفى من زمان وترك ليها الدار والغيط واموال كتير. وزي ما قلنا في الاول برضو ان هو بيمشي ورا المال والاطيان. فقال ديت اللي هي هتغنيه وتاخد منها كل شيء وملاش حد يرعاها في الدنيا. وانت باسلوبك تقدر تسيطر على عقلها وقلبها وتاخد منها كل شيء. هي طبعا اول ما شافته حبته. حبيته لانه راجل شاب كويس وصغير في السن وهيعوضها عن الراجل الكبير اللي كانت واخداه. وما تعرفش هيعمل معاها ايه الزمن. اول ما تقرب عندها كده حبيته حب من قلبها وبيسموه الحب من طرف واحد. هو بيحبها من اجل المال وهي بتحبه لشخصه. فوصل عندها كده وحصل الحب في القلب. اسمع وصلي على حضرة النبي. صبيحة من عالباب بقت تشوف بن داري يفوت يوماتي صبح بيفوت يوماتي صبح قلبي المتيم شاري انت القمر في عينيا انت القمر في عينيا مشتاق يا شمس نهاري. صبيحة قالت ده راجل باين عليه طيب يا قلبي افتح بابك حبته ليه حداري. اللهم صل على حضرة النبي. افتح بابك حبيته ليه حداري. ده شاب باين عليه الطيب هو وربنا يا بنت بعتهولي ويلا عشان خاطر تتجوزيه بقى وتعيش معاه ويعوضك عن الراجل اللي مات. هي قالت كده يا اسيادنا اللي بتصلوا على حضرة النبي. حصل ايه بعد اللقاء ما بين اتنين بعد اللقاء ما بين اتنين ضحك الهوى ما بين رمشين. صبيحة مع بن داري عين صبح ومسا غنوا المواويل. صبيحة مع بن داري عين صبح ومسا غنوا المواويل. الحب جوه العين لما الحب جوه العين لما تم الجواز والقلب ارتاح تم الجواز والقلب ارتاح ويا الامل طايرين بجناح في ارض واسعة وبتعنيل في ارض واسعة وبتعنيل. بن داري يحكي مع الايام انا قلبي مليان شوق وغرام انا قلبي مليان شوق وغرام. وتقول صبيحة انا في احلام صبرتي والله وصبري جميل. وتقول صبيحة انا في احلام صبرتي والله وصبري جميل. وتقول صبيحة انا في احلام صبرتي والله وصبري جميل. ربي العباد موجود في سماك عطاني راجل انا شرياك. يا بتصلى على الحبيب النبي. ربي العباد
طيبك موجود في سماء عطاني راجل انا شريعة رب العباد موجود في سماء عطاني راجل انا شريعة في الدنيا مالي الا رضا بيخاف عليا وطبعه اصيل اسمع حصل لقاء ما بين الاتنين تم الجواز والقلب ارتاح حاجة متجوزها على طول وحب بقى يطمنها بعد ما اتجوزها حصل ايه يا سادة اللي بتصلوا على حضرة النبي صبيحة قالت انا عشت يتيمة الاب وامي جوزتني الراجل العجوز عشان ينشني من الفاه انما ما طالش الاجل بامي رحلت من الدنيا لا حول ولا قوة الا بالله وبعدها رحل جوزي انما برضو القدر كان رحم بيا بعت لي بندار الشاب العطوف اللي حي طبعا حيساعدني ويعوضني عن الشباب اللي راح مني زمان فطبعا هو بيطمنها يعني انا مش جاي مش لاجل المال ولا حاجه هو بص لها كده وبيطمنها عشان برضو تثق فيه الثقه الجميل وبص لها كده بيقول لها ايه يا صبيحة انت المنى ولا عمري اطمع فيك يا صبيحة انت المنى ولا عمري اطمع فيك مش لاجل مالك انا مشغول وجاي بيك ده انا لما شفت الادب ده انا لما شفت الادب والاصل والله فيكي قلبي يا حلوة انشغل انا قلبي يا حلوة انشغل قلبي يا حلوة انشغل واحلف يمين بالله لو جرى عليك الزمن انا بالحياة افديكي صلي على رسول الله صلي على حضرة النبي قال لي انا مانيش طمعان في المال واتفكر ان انا جاي عندك عشان اطمح في المال وكده يعني وعشان اخد الارض بتاعتك لا انا قلبي بيحلف يمين بالله لو جرى عليك الزمن انا بالحياة هفديك يا سلام زي ما قلنا برضو اللي بيحبك من اجل المال ما بيحبكش تاخد من طرف اللسان حلاوة ويزوغ منك كما يزوغ الثعلب هو عايز يعمل عشان نفسه وخلاص مش مدور وداري يقول لها كلام جميل يا ترى الكلام ده كان بيقول لها ايه اسمع يا حبيبي يا سلام بكلام معسول وبحنية يضحك ويقول انت عنيا يا صبيحة مفيش غيرك ليا في وجودك قلبي صباح دفيا يا ريت تكتبي ارضك باسمي عندي بتسجيل ويكون رسمي بين الاعين يكبر اسمي واعيش وياكي ولا سلطان Thank you.
صبيحا عاصفيا يا مي بنت اصول متربية كتبت له العهد بملكيها واطلب يا حبيبي روحي كمان عاشت مع عابد مرسالك والحب على العشاق مالك من داري خلاص اصبح مالك بيدور ويلف كباب تعبان كتبت له العهد بملكها واطلب يا حبيبي روحي كمان عاشت وياك بضمير سالك والحب على العشاق مالك بين داري خلاص اصبح مالك بدور ويلف كمان تعبان بين داري خلاص اصبح مالك بيدور ويلف كما تعبان صلي على رسول الله بقول لك ايه يا صبيح قالت له نعم قال لها يعني الناس بيقولوا علي انا شغال عندك بقى والغيط بتاعك والدار وانا يعني ماليش حاجة انا مش طمعان فيك ولا حاجة بس يعني تعملي لي توكيل او تكتبي لي حاجة يعني باسمي عشان يعني اجيب الكماوي للارض كده وبدل يعني الناس ما تضحك عليا ويقولوا شغال عند مراته انا مش طمعان فيك ابدا قالت له اطلب يا حبيبي روحي كمان كتبت له العقد بالملك الدار والغير والاموال وكل شيء قالت له اطلب روحي كمان لو طلبت كل شيء هتلاقيه انت اللي هتعوضني عن الرجل العجوز اللي مات وهترجع لي شبابي من الاول يا سلام بسرعه كتبت له كل شيء حصل ايه يا ساده اللي بتصلوا على حضره النبي بدا يلعب بديله بقى بعد ما كتب كل شيء وتمكن بدا يلعب راحت سنين الهنا وجت سنين المر والكل شاب داري في بحر ملهوش بر في الغيط وجوه البيت صبح ومساء ما يصر راحت سنين الهنا وجت سنين المر والكل شاب داري في بحر ملهوش بر راحت سنين الهنا وجت سنين المر والكل شاب داري في بحر ملهوش بر في الغيط وجوه البيت صبح ومساء ما يصر اغمل صبيحه مراته وفيجه ما بيسالش ما بين عينيه السود نزل الدموع بتفير صبيحة مراته فيها ما بيسألش
بين عينيها السود نزل الدموع بتفر. حصل ايه يا سيدنا اللي بتصلوا على محمد؟ حصل ايه؟ جه قصه جديد للقريه شغل في بابور الميه، سعد الله سليم النيه ومراته جمال غدنان. يحلم بابتسامتها والليل بيفوت سهران، بنداري شاف حلاوتها ودلالها وصوت ضحكتها. بتحلم بابتسامتها وليلاتي فوق سهران، والليل بيفوت سهران مشغول بيفكر فيها وازاي راح يوصل ليها. قلبه المتعلق بيها بقى في ابليس وشيطان. على زوجها راح يصاحب ويقول من غيرك صاحب، انا قلبي في حبك دايب، انا قلبي بيك فرحان، وليلاتي السهرة طول والضحك نغم ارجول، والناس تغمس وتقول شايفين الصاحب خان. طمع في بهيك وبهيه بقت مش هيك، الاتنين زي الحراميك والقسط اكيد غفلان، والقسط اكيد غفلان. بنداري يجيب في هدايا وبهيه تقول يا هنايا، والزوج بيقول يا شقايا، السيره في كل مكان وحد. صلي على رسول الله. قسطى جديد جه القرية علشان يشغل بابور المية ومراته معاه وساكنين في هذا القرية. حصل ايه يا سادة اللي بتصلوا على محمد؟ بنداري فضل يوصل لغاية ما وصل للراجل ده وصاحبه عشان يمشي وياخد منه مراته. حصل ايه؟ ولسان لازم ما يخش البيت، لازم يعرف البيت اللي بيخشه، ولازم يصون البيت اللي بيروح له. يلي عشرة الناس لازم تكون انسان، اختار لي قلبك صاحب بالخير يكون مليان، خليك امن على بيته اياك تكون خوان، وازرع محبة وطيبة تطرح سنابل خير، وان صنت عرض الغير عرضك اكيد انسان. لما سيرت بهية وبنداري بقت على كل لسان، القسطى سعد الله طلق مراته وبقى يلوم نفسه بأنه فتح بيته لراجل ندل مرعاش حرمة البيت. وكان طلاق القسطى سعد الله لمراته الجميلة هو الحلم اللي بيتمناه بنداري. بنداري بقلب ملهوف اتجوز بهية. صبيحة لما شافت زوجها داخل عليها بزوجة جديدة هي كمان لطمت الخدين وقالت يا بنداري اخرج بره من بيتي.
بنداري قال ليها لم لسانك واسكتي ولا تخرجي انت بره. اخرجي بره البيت، انت ناسي ان البيت والارض ملكي. بعد ما قال لها الجمله دي يا سيدنا حصل ايه؟ حصل ايه؟ صبيحة تشكي من مرة ملغاش قرايب تناصرها، بنداري عايش من خرجة ومعاه بهية في ودلة. صبيحة تبكي أغيانا بهية من رزقة وياني، ايه اللي جابها في مكاني؟ ايه اللي غير حال من حال؟ يا عيالي تخطفي طيري يا ستي، روحي وشوفي غيري، اروح لمين وقاسي طيري؟ لا لي عمي ولا في خال، لا عمي ليا ولا في خال. بهي قالت يا نهاري اوام تعالى يا بنداري، مش عايز اضرها هنا جاري، فين السعادة وراحة البال؟ ازاي نعيش مع بعضينا؟ دي هي وجودها نكد لينا، ابعدها حالا خلينا. الحب بينا يكون رسمال، الحب بينا يكون رسمال. بنداري قال لاجل بهيك صبيحة طلقة وعنيك، ما عدت تدو شربة ميك، ما عدت تدو شربة ميك، ما عدش ليه جبتنا مجال وحيد. صبيحة قلبها صرخ من جوه وقالت له كده يا بنداري تطلقني وتطردني؟ طيب انا راضية انك تطلقني، لكن بلاش تطردني، اديني نص البيت اعيش فيه وربي ابني، انا حامل يا بنداري، انا حامل يا بنداري. بنداري ضحك بسخرية، حامل؟ انت بقالك من جوزك الاولاني ما خلفتيش، وبقالك معايا 5 سنين ما خلفتيش، دلوقتي بعد ما طلقتك بتقول انك حامل؟ الكلام ده ما بصدقهوش. يلا خروجي وتوكلي على الله، اتوكلي على الله. في نفس الوقت جات بهية تساعد جوزها في طرد صبيحة وتقول لها انت دلوقتي بقيت طلقة، بأي وش تقعدي في البيت؟ خرجت صبيحة من البيت في حسرة وألم وهي بتقول صلوا على طه الرسول. اروح لمين يا زمن ومين ينصفني؟ مين غريبة في دنيتي ومنين اجيب جناحين؟ اروح لمين يا زمن ومين ينصفني؟ مين غريبة في دنيتي ومنين اجيب جناحين؟ واللي اخدته سند حدفني بين شطين، ظالم وقلبه عصى منه. يا ناس لله رب العباد في السما دايما مع الصابرين.